السلام عليكم. لا شك أن الكثيرين في زماننا يعانون من الأرق، وهو إيجاد صعوبة في النوم بالليل، وذلك نتيجة تراكم الأزمات والمشاكل، مما يسبب الاكتئاب والقلق والعديد من الهواجس والأفكار التي تمنع الإنسان عن النوم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع هذه الحالة، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، ولفظه: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا واستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. في هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى دعاء جامع نافع يقوله المؤمن إذا تعار من الليل، أي استيقظ وهب من نومه وتقلب على الفراش ليلا. قال الحافظ ابن حجر: التعار أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار بالليل سهر وتمطى فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ومن الشروط المتعلقة بهذا الدعاء أن يبيت الشخص على طهارة، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. والذي نوصي به هو المحافظة على أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء مع الإكثار من قراءة القرآن، فإن في المحافظة على ذكر الله تعالى خيرا كثيرا في هذه الحياة وأجرا عظيما في الآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.